عالم البحار والمحيطات يحوي العديد من الكنوز والأسرار الهائلة التي لم يتم العثور عليها بعد، كما يعد أكثر العوالم غموضا وإثارة للاهتمام. لقاع البحر العديد من الأسرار التي كانت خفية ثم أصبحت تتكشف لنا كل يوم سرا جديدا بفضل الدراسات والاكتشافات، رغم أن قدر لا بأس به من هذه الحياة لا يزال مجهولا تماما بالنسبة لنا، إلا أننا رصدنا بعضا من هذه المخلوقات المدهشة التي يبدو أنها تتسيد المحيطات وتسيطر عليه تماما. وفي هذا المقطع سوف نخوض داخل أعماق المحيطات المظلمة ونكتشف بعضا من أسراره الغامضة، فقط ابقوا معنا. عندما وقف الإنسان على الشاطئ في العصور القديمة كان لديه سؤال يراوده دائما، ماذا يوجد داخل هذه البحور العميقة؟ وهل يوجد نهاية للمساحات المائية الشاسعة؟ لكنهم لم يقفوا عند حد التساؤل، بل إنهم بلغوا ما كانوا يحلمون به، فتعلموا طريقة صناعة السفن وكيفية الإبحار بها، وتعلموا استخدام البوصلة وحتى دراسة النجوم. يفكرون دائما في كيفية بلغهم قاع المحيط ليروا ما يجري هناك. يعود السبب في تشوقهم إلى هذا الحد القصص التي كانت تروي دائما عن المخلوقات البحرية الغريبة التي كانت توجد على الشاطئ أو مقبلة في شباك الصائدين. هم أرادوا اكتشاف بعض الأمور عن سر الحياة التي يحتمل أن تكون قد بدأت بالفعل في أعماق البحار الغامضة. في أعماق البحار المظلمة يجب عليك دائما الحذر من القادم. هنا الصراع متجدد دائما ولا يتوقف بين الكائنات البحرية من أجل البقاء على قيد الحياة. فبعض الأسماك تقدم لهم العائلة الحماية، وقد يواجهون أعداء لا تعرف معنى الرحمة. هنا في قاع المحيط الهادي تعيش المنحدرات المرجانية التي تعجب النشاط دائما. تخفي هذه المناطق في عمق المياه المظلمة تداريس مائية متنوعة تطفي بمناظرها الجميلة في أعماق البحار. يأتي العلماء والغواصين إلى هذا الجزء للغوص في أعماق المحيط الهادي ليستمتعوا بعجائب المتوفرة في هذه البحار. الكائنات الغريبة التي وجدت هنا كأنها مخلوقات فضائية، فتجعل من هذه المنطقة عالم بعيدا مليئا بالغموض. تلمع رياض الخيشوم في قاع البحر وتفتح أسماك الضفدع أفواهها إلى وقت طويل، ويحظى الحبار الصغير والإخطبوط السام بجاذبية ساحرة وجميلة للغاية. يبدو أن هذه الكائنات التي يظهر بعضها وكأنها مشوه والبعض الآخر ذو جمال خلاب، تشكل هذه الكائنات الرائعة لعالم مدهش وأشبه بالحلم. Thank you.
دعونا نحفر في الرمال ونشق طريقنا بين الطحالب البحرية ونعبر الحدائق المرجانية لنقابل هذه الكائنات الغريبة والمدهشة في أعماق البحار الغامضة. في الفلبين يخفي قاع البحر كنوز طبيعية لا تقدر بثمن، إنها تشاهم بشكل رائع إلى كل من يغوص في مياهها الحية. على الشعاب المرجانية النشاط باستمرار مختبأة في التضاريس التي تحتوي على الصخور الكثيفة. تصنع أسماك الريبون مسكنها الخاصة بعمل جماعي ومنظم دائما. تصنع هذه الأسماك مخابئ معقدة من الأنفاق، تقضي وقتها بشكل رئيسي في أزالة الرمال الزائدة لتبقي مساكنها في حالة آمنة. في حركات مستمرة تتأثر أسماك البابون في طريقها بعضها البعض، ولكن برغم هذا فإنها تعمل بشكل منظم للغاية. يبلغ طولها عادة 10 سنتيمترا وتعيش في مياه الشعب المرجانية. بسبب أعداد الأسماك الكبيرة التي تعيش في المنطقة نفسها فهي ليست دائما بأمان كما تريد. كثيرا ما تنسجم أسماك البابون في عملها الجاد بدرجة تجعلها لا تدرك أن الأسماك المفترسة قريبة منها. إنها ليست مشغولة فقط في حفر الرمال وعمل الأنفاق، بل إنها تطعم الأسماك الأكبر عمرا في المجموعة. تتولى الأسماك العجوزة حماية المجموعة من أي تهديد، بالإضافة إلى المشاركة في حفر الأنفاق الكبيرة. مع مرور الزمان يتحول لونها الكحلي والأسود إلى الأصفر، ويمكن أن يزيد طول البابون إلى 60 سنتيمترا ليصل تشابه شكلها مع ثعبان البحر بشكل كبير للغاية. على الرغم من قدرة الثعبان البحري أسود الرأس على تحمل وجوده تحت أعماق البحار لفترات طويلة، لكن عليه الخروج إلى السطح بشكل دوري ليتنفس. يرجع هذا إلى أن أقرب أسلافه من الأنواع البرية، ومع ذلك تكيفت هذه الثعابين مع البيئة المائية ويتتح ذلك بشكل ممتاز من زلايا عنفية الشكل الذي يمكنها من السباحة بسرعات كبيرة. تبحر عبر الشعاب المرجانية بحثا عن الغذاء. هذه الفصيلة هي أحد أكثر الكائنات سمية وفتكا في العالم. في هذه اللحظة يبدو أن هذا الثعبان غير مهتم بهذا الكرايدس ذات الجسم الشفاف والتي تعرف بكرايدس النعمان الزجاجي.
تعتبر ثعابين موراي مخلوقات مثيرة للاهتمام، وغالبا ما تكون من أبرز ما في مغامرات الغوص عند الغواصين، حيث يبحثون عنه في الشقوق للحصول على لمحة عن ثعبان البحر. تشتهر ثعابين موراي بمظهرها الشبيه بالأفعى المنزلقة، لكنها تقضي معظم وقتها في الاختباء في الصخور والشقوق. من الصعب حصر ووصف ثعبان البحر في مواصفات محددة، ويعود السبب في ذلك إلى التنوع الضخم في أنواعه حول العالم. فجسم أسماك الموراي طويلة والجلد ناعم بدون قشور، ولها مجموعة متنوعة من ظلال الألوان. تعيش أسماك الموراي من أنواع عائلة الثعابين المفترسة، والتي تعيش في المياه الساحلية، وفي أغلب الأوقات ما تعيش قريبة من الصخور في أعماق البحار العميقة وعلى الشعب المرجانية. تحب أسماك موراي المكوث في الكهوف. تنمو أسماك موراي حتى مترا ونصف، ويمكن أن يصل وزن أسماك الموراي إلى 40 كيلوغرام. تشتهر ثعابين البحر بعيونهما الصغيرة، لكن حاسة الشم لديهم متطورة للغاية، وغالبا ما يحمل جلدهم علامات ممزقة، كما لديهم فك عريض وأسنان حادة للغاية، وبمساعدتها لا يتم أسر الفريسة فحسب، بل أيضا يتم إحداث جروح خطيرة وأحيانا عميقة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت. بطبيعتها ثعابين موراي عدوانية للغاية، وبالتالي فهي تشكل خطرا على الإنسان وبالأخص على الصائدين، ودائما يساعدها فكها الحاد على الفتك بقشريات المتنوعة والإخطبوط بكل شراسة. وحتى الإخطبوط الشرس لا يسلم من هجمات أسماك الموراي العنيفة والسريعة، ودائما ما تحسم أسماك الموراي المفترسة هذا الصراع مع الإخطبوط. إن هذا المفترس لا يتردد في سحق صغار القروش القاتلة بكل شراسة وبدون رحمة قبل أن تكبر هذه القروش وتمثل أكبر خطرا عليها في الوجود. ولا حتى ثعبان البحر الآخر من نفس العائلة تسلم من هجمات أسماك الموراي القاتلة والعنيفة للغاية.
هنالك فصائل أخرى تعرف أن تحمي نفسها دون حلفاء. هذا هو حال قريص فرس النبي، فصيلة أرضية عنيفة بشكل خاص ومثير. يستخدم طرفين أمامين، أحدهما يعمل كعتلة والآخر يضغط به بما يمكنه من التأثير بقوة هائلة. هذه قوة يمكن لقريص أن يضرب بقوة مخلوقات أكبر منه حجما ويقتلهم بضربة واحدة أو بصعقة حتى الموت. مختبئا بين تجاريف المرجان، يبدو هذا قريص الملون مضحكا بشكل لطيف بشكل حركاته السريعة والحمقاء. أحد أبرز العناصر الموجودة في هذا الكائن الذي يبلغ طوله 12 سنتيمترا دون شك هو عيناه. يمكن أن يحرك كل واحدة منهم بشكل منفرد تماما. يمكن لعيناه أن ترى الأطوال الموجية على مدى واسع جدا، من الإشعة تحت الحمراء إلى الإشعة فوق البنفسجية. يمكنها أيضا أن تكتشف أنواعا مختلفة وتحديدا مكان الأسماك الصغيرة الغير مرئية للعين البشرية. يتجول فرس النهر الصغير الذي لا يتجاوز طوله 5 سنتيمترا بحثا عن الغذاء. هناك الكثير من الكائنات الحية الأصغر حجما في هذه المياه العميقة التي يمكنها شفطها بفمه الأنبوبي الرقيق. إنها أحد الأكفاء في اصطياد الأحياء الدقيقة ليلا. إنه بالفعل مخلوق يحتوي على شكل جذاب للغاية. يسيطر هذا الحبار بشكل رائع على تغيير لونه بفضل خلاياه الصبغية التي تدعى حاملة الصباغ والتي تتسع وتتقلص حسب رغبته. بمجرد أن يموه نفسه على حسب بيئته، ما عليه إلا الانتظار بصبر حتى يأكل. على الرغم من عدم وجود نقص في الطعام، فهو يميل إلى الانتقال الدائم. نظام حركاته شبيه بأجداده الرخويات، ومع ذلك فهو يملك جزء معدلا يفسح مجالا لجوجعة داخلية لكي يبقى عائما. مع لمس اللقاء على البحر بمجساته يتحرك من خلال الموج بأعضاء جانبية بشكل مذهل للغاية. عيناه من أكثر العيون المتطورة في المملكة البحرية. على الرغم من أنهم لا يستطيعون تميز الألوان، فإنهم يستشعران استقطاب الضوء بشكل دقيق للغاية. إذا أضفنا إلى ما ذكر السرعة التي يمكنها إطلاق لسانه بها، ندرك السبب في أنه أحد أمهر الصائدين ليلا بين الكائنات البحرية.
يعد الاخطبوط الهادي العملاق من أكبر رأسيات الأرجر على الأرض، ويمتلك انتشارا واسعا يزيد طوله عن 9 أمتار، ويبلغ متوسط انطوائه 9 مترا من أعلى جسمه إلى طرف ذراعيه، بينما يبلغ متوسط وزنه 59 كيلوغراما، بينما قد عثر على أحد الأفراد بدون الذراع ليصل إلى 6.7 ووزن يصل إلى 181 كيلوغراما. في المياه العميقة يقبع هذا العملاق مانتاراي. يعد هذا العملاق أكبر شيوعا على الأرض، إذ يصل طول جناحيه إلى 8 أمتار، ومع ذلك فهو عملاق لطيف يتغذى على العوالق البحرية التي تعد أصغر المخلوقات. إن هذا المدش يمتلك أكبر دماغ من أي سمكة، لذلك فهي ذكية بشكل لا يصدق، ويمكنها الهجرة عبر المحيط وإيجاد طريقها باتباع الخرائط الجغرافية باستخدام معالم المحيط. يطلق على هذه السمكة المدهشة سمكة المجداف أو التنين أو أفعى البحر، كما تعرف أيضا باسم سمكة الشريط، وهي أطول سمكة عظمية في البحار العميقة، إذ يصل طولها إلى 8 أمتار. لذلك إنها تعيش في المياه العميقة المظلمة في المحيط المفتوح، ونادرا ما تظهر على السطح، لذلك فنادرا ما تشاهد وهي على قيد الحياة، بل تأتي الدراسات عنها بالعينات التي قرفتها المياه إلى الشاطئ. يعد السلطعون العنكبوت الياباني من المفصليات، وهو من نفس الشعبة التي تضم الكشريات والعناكب والحشرات. يمتد ساقه على طول 3.7 متر، وهو من أكبر المفصليات في الكائنات الحية. يستمر أرجله بالنمو مع تقدم العمر، بينما يظل ذراعه بنفس الحجم. إن أعماق البحار والمحيطات عالم مذهلا يحتوي على أسراره الخاصة، وإن 95% من البحار لا تزال غامضة، ويبوح لنا كل فترة وأخرى بسر جديد من أسراره الغامضة.